ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع عبير فؤاد وطبعا مع برج الحوت. قبل ما ابتدي مع عبير النهارده طبعا زميلنا احمد رضا عيد ميلاده، عايزين نقول له كل سنه وانت طيب، بمناسبه انه طبعا احنا بنتكلم على برج الحوت، فما ننساش طبعا انه احنا نقول لك كل سنه وانت طيب يا احمد يا رضا وعقبال ال 100 سنه. طبعا برحب بيكي، كنت يعني موضوع الحوت ده واحمد رضا زميلنا طبعا في قناه دريم، والنهارده عيد ميلاده، فبالمناسبه دي حبينا نقول له كل سنه وهو طيب. اكيد، وانا كمان احب اقول له كل سنه وهو طيب. عبير طبعا احنا هنتكلم، احنا معانا لحد 20 مارس صح؟ بيخلص برج الحوت اخر يوم فيه يوم 20 مارس، فلازم بقى يقعدوا كده يركزوا معانا عشان نشوف ايه احنا الموضوع. احنا هنمسك العلاقات بتاعه الحوت وناخدها مع كل الابراج بقى. ماشي. في الفتره دي كل الابراج مع بعض. يعني احنا النهارده ممكن نتناول الابراج الترابيه. احنا هنبتدي بالطور. ايه علاقه الحوت بالطور؟ وضعهم عامل ازاي؟ هل في توافق؟ هل في يعني يقدروا يعني اتنين مثلا نقول متجوزين، يعني في تفاهم ولا لا؟ انا بشوف انه علاقه الثور والحوت هي علاقه انسجام رائعه، وكمان هي علاقه حب وفيها حنان، يعني هما الاثنين عندهم طاقه من الحنان والود، فده حاجه بتجمعهم جدا. وبشوف ان نقط التشابه ما بين الثور والحوت كتير، يعني النقطة أهم نقطة في بتجمعهم هي نقطة الحب ونقطة العاطفة. بشوف كمان إن هما، بس هو ممكن يكون الحب يختلف شكله من برج الثور لبرج الحوت، يعني مثلا الحب عند برج الثور ممكن يكون عاطفة حسية أكتر من الحوت؟ لا حسية، يعني حسية. يعني مادية أكتر. مادية؟ لأنه الحوت معروف يعني. الثور هو، أنا اللي عايزة أقوله إن الثور هو اللي عنده. أيوة أنا عارفة، عشان أنا افتكرت الحوت عشان الحوت معروف يعني ما عندوش الحتة دي أعتقد يعني، وأنت أدرى. ما هو الحوت بالعكس عنده الحب علاقة مقدسة، يعني هو إيمانه في الحياة هو مؤمن على طول بالحب. ما شاء الله. ده قلبه كبير جدا وعاطفي جدا، وعنده فعلا طاقة من الحنان جامدة. بشوف كمان ان في نقطة تانية ممكن تجمعهم قوي هي الفن، هما الاتنين فنانين او عندهم روح فنان، فالاتنين تلاقي فيه هوايات ممكن مشتركة تجمعهم، عندهم حس فني حلو وحس جمالي حلو. فدي برضو حاجة ممكن تجمعهم. عموما الحياة بينهم ممكن تكون رومانسية جدا، ممكن يكون فيها هدوء، يعني هدفهم دايما من الحياة انه يكون فيه هدوء ويكون فيه استقرار، فالاثنين بيدوروا على نفس الهدف، الهدوء والاستقرار والسلام والرومانسية. هنرجع للاستقرار طبعا، خلينا ناخد اتصال في الاول. ناخد نورهان معانا. الو الو الو، مساء الخير يا نورهان. مساء النور، اتفضلي حبيبتي. 26/11 عايزه اعرف 26/11 الصحه والمال ان شاء الله. انا 29/11 عايزه اعرف الارتباط. 26 ايه؟ التاني. 29/11 عايزه 29/11. طيب يعني انت 26/11 في الاول دي ماما. اوكي. وانا 29/11 عايزه اعرف الارتباط. اوكي، ميرسي لاتصالك. ناخد معانا هبه. الو الو هبة. طيب هبة ترجع تتصل بينا تاني. نشوف طيب نورهان. نشوف نورهان. نورهان بتسأل عن مامتها 26/11 وهي 29/11. انا شايفة انه مامتها يعني عندها بداية الى حد ما، بس تميل للعصبية مامتها. تميل، هي سألت عن الصحة والمال بالنسبة لمامتها. هي مامتها برج القوس، هي بس مشكلتها انه رقم 26 في القوس لذيذ جدا في الستات. طبعا هم لذاذ ومسلمين كده وتحب القعده معاهم، هم متفائلين ويحبوا الضحك ويحبوا الهزار. بس كمان رقم، بس هي في الارقام مش كل البرج كده، يعني رقم 26. انا ليه بقول رقم 26؟ من رقمه زحل، هو ده كوكبه زحل، فده يحب القوانين الصارمة. هي شخصية قوية جدا، تحب تفرض رأيها وتفرض نظامها على الآخرين، فده بيخليها شوية عصبية، عايزة دايما كلامها هو اللي يمشي. والرقم بالنسبة، بس أنا عايزة أعرف حاجة بالنسبة للرقم بتاعها، هي ده نفس الرقم لو عند الراجل نفس نفس الصفة؟ نفس الصفة تبقى هي للراجل أو للست. اوكي. فهو ده السبب كمان، رقمه مع السنه دي.
بيقول ان هو عنده يعني او عندها، هي عندها رقم 26 عندها حب، يعني حب الفرد الرأي. اوكي، كمان عندها عصبية السنة دي. ده بالنسبة لي انا اي ام كده اي لا ام كده يعني لا بس برضو الام لا بس ديمقراطيات ماشي بس عندهم حتى لا هي برضو ام وده حقها انا مش هلومها. أوكي. يعني كل ام لازم يكون عندها الحته دي كده. والله اعرف امهات بيكبروا خالص دماغهم. لا والله لا انا اولهم مكبره دماغي خالص. ماشي. حلو جدا الموضوع ده، يعني مكبره دماغك خالص مريحه دماغك يعني. لا هو الحمد لله الواحد بيحط البيض وبعدين خلاص انت حطيتي الاساس يعني سايباهم براحتهم بقى. حلو. اوكي. ماشي. هي بقى البنت سالت عن 29/11 فاللي هي تاريخ ميلادها اللي هي نورهان. نورهان بس عايزه اقول لها ان رقم 29 في ميلادك ده بيخليكي عاطفيه وحساسه جدا وكمان متقلبه المزاج جدا، فحاولي تتحكمي في حساسيتك قد ما تقدري. وبالنسبه للارتباط هيكون عندك ان شاء الله في 2017 اللي احنا فيها هيكون عندك ان شاء الله تغيير ايجابي وغالبا هيكون ارتباط موفق. يلا على الله تعزمنا بس. طيب خلينا ناخد معانا شيرين. الو 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 مساء الخير يا شيرين. الو مساء النور. عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. الو عايزه اعرف 1/3. اوكي. وطي بس التلفزيون من عندك يا شيرين. الو وطي بس التلفزيون من عندك عشان اقدر اسمعك. و مين؟ انا سامعة نفسي. طيب 1/3. الو شيرين. طيب ترجعي تتصلي بينا بس توطي في التلفزيون. نرجع ناخد نورهان. الو الو نورهان تاني. نورهان الو. طيب يرجعوا يتصلوا بينا تاني نكمل. طيب نكمل الابراج ولا نرد على شيرين على الاقل على 1/3؟ اوكي نرد عليها 1/3 بس احنا مش عارفين هي ولا عشان لسه كان في. طيب عندها خلاص خلينا نكمل بقيه العلاقات. اوكي. طيب عايزه اقول نكمل علاقه الحوت مع الثور قبل ما نروح للعذراء بعد كده. نروح الاول احنا عايزين ناخدهم كده عارفه برج 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 بس ناخدهم بسرعه عشان الوقت. طيب انا بس عايزه افيد الناس في نقطه الاختلاف ونصيحه للعلاقه دي عشان تنجح. هي المشكله بس في الثور والحوت انه ممكن يكونوا الحوت مشوش والثور ثابت. الحوت خيالي الثور عملي واقعي. يعني بيتحمل الثور بيتحمل المسؤولية والحوت بيكره الالتزام. فدي كلها خلافات ممكن تحصل بينهم. بس نصيحتي ليهم انه اقول للحوت انه ما تلومش الثور على انه مش هيمان معاك ومش عاطفي ومش خيالي زيك، لان صعب ان انت تلاقي كل حاجة في شخص واحد. هو يكفي ان هو بيتحمل المسؤولية وبيسيبك تحلم وتتخيل براحتك وتعيش في حياتك بقى في الرومانسية. وهو بيشيل عنك تحمل المسؤولية. لو حابة بقى ندخل على علاقة الحوت والعذراء. يلا ندخل على الحوت والعذراء. احنا عايزين ندلع بقى الحوت. مش ما انا قلنا حاجات حلوة على الحوت، قلنا رومانسي وخيالي يعني لا نشوف الخيال الحوت ده على فكرة حاجة جميلة. ايه الابراج المناسبة معاه؟ التور من الابراج. ما هو احنا انا النهاردة هتكلم ايه الابراج اللي لا دي ما ينفعش مع بعض. اوكي انا النهاردة عايزة اتكلم عن بس الابراج المناسبة معاه، لان انت كل الابراج الترابية مناسبة جدا مع الحوت. فاحنا قلنا ان علاقة التور الى حد كبير دي تعتبر علاقة ناجحة جدا. يليها كمان برج العذراء. بس طبعا ما فيش علاقة في الدنيا كاملة، عشان كده انا بحب امسك العلاقة افصصها شوية. فصصيها. او احللها اكتر. لا فصصيها. طيب هنرجع نفصصها. طيب اوكي. نازلين ناخد اتصال ناخد سميحة معاها. الو الو. ايوه فندم انا معاكي. اتفضلي يا سميح. أنا عايز أعرف برج السرطان. أيوة تاريخ لو سمحتي. التاريخ 9/7. اتولدت في 9/7. 9/7 أوكي ميرسي لاتصالك. طيب 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 ناخد تي جنى. جنى ألو. ألو ازيك يا جنى. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايز أعرف 1/3 و21/5 من ناحية العلاقة الزوجية. 1/3
21/5 بس مين؟ ده جوزي 21/5 وانت 1/3 وابني 21/3 ابنك. اوكي ماشي واحد. اوكي ميرسي الاتصال. طيب انا ما سمعتش ابنها في الاخر طبعا. 21/3. طيب اوكي نبتدي بقى بسماح. سميحة. سميحة. سميح. طيب. سميحة زي بعض. اه. اوكي. في السمن في الأول. مش مشكلة. صح. تسعة سبعة هي برج السرطان. وأنا شايفة أنه هي أولاً السنة دي بالنسبة لها رغم أنه في معاكسات فلكية ممكن يكون عندها مثلاً علاقات زوجية فيها مشاكل لو هي متجوزة. أنا افتكرت معاكسات فلكية يعني حاجة كويسة. لا ما هي معاكسات. معاكسات. معاكسات يعني. ما هي معاكسات مش هتتفهم غير معاكسات. يعني مش حلو. لا بس هي رقمها يعني الحاجة اللي مبشرة بالخير أن هي عندها رقم حلو. رقمها السنة دي أن عندها مكاسب مالية أو ممكن يكون لو هي مش متجوزة. هي الحقيقة ما قالتش هي متجوزة ولا لا أو إيه سؤالها. فلو هي مش متجوزة ممكن يكون عندها ارتباط. لكن لو متجوزة وبتشتغل ممكن يكون عندها مكاسب فلوس. هل. وحتى لو دي المعاكسات. لا دي الحاجة الكويسة برضو. أنا ماسكة معايا المعاكسات دي حاجة. لا دي الحاجة الحلوة. أوكي. لكن المعاكسات إن ممكن يبقى عندها مثلا مشاكل أو سوء تفاهم عائلي فتاخد بالها مع الأهل ومع القرايب تحاول تكون لبقة. خصوصا انه رقم 9 في ميلادها ده بيخليها عصبيه جدا. ولو متجوزه ممكن يكون عندها مشاكل زوجيه شويه. فهقول لها خدي بالك حاولي تكوني مرنه حاولي تكوني يعني تهدي موضوع العصبيه مع الزوج او الغليان شويه ناحيه الزوج. لكن عموما الفلوس ان شاء الله حلو بس بشرطين انك تعملي اللي عليكي وما تجيش على حق حد ان شاء الله. طيب ناخد جنى وطبعاً وجوزها وابنها بس نحاول بسرعة. طيب جانا 1/3 هي أنا خلاص حفظتي خلاص من غير ما أقول لك لما بسرعة. تلاقي الموضوع متراكم أعرفي بقى نجي بسرعة العيلة كلها. طيب جانا 1/3 هي برج الحوت وأنا شايفة أن عندها نقلة حلوة قوي وتغيير إيجابي إن شاء الله. وممكن يكون في تحسن مع في الحياة الزوجية. بس لو بتشتغل هقول لها بس حاولي تصبري شويه ممكن يكون في شويه استفزازات في ناحيه العمل لكن فتره وهتعدي. وعموما عندها عطارد كمان بيديها حظ حلو جدا خلال الاسبوع ده. فالحقيقي عندك قدره على التفاوض وقدره على الابداع. يا جنى الحقي الحقي على قد ما تقدري. جوزها. جوزها 21/5 برج الجوزاء. الله شفتي هنقعد له ده. لا خدي راحتك هنا بقى. خدي راحتك. الزوج هنا 21 ده طموح ومجتهد. فحلو طموح ومجتهد والى حد ما رقمه قريب منك فده بيخليه فعلا طموح ومجتهد. بس هقول له عندك حظ في السفر حلو قوي السنه دي. بس يعني عندك حظ يعني في السفر بس يمكن يكون جواه حته حزن. لا مش كل الجوزاء هو بس مش كل الجوزاء. انا بتكلم على رقمه. اوكي بس برضه هو جوزاء لوحده يعني عارفه كده. لا طيب قلبي الصغير لا يتحمل يعني جوزاء برضه يعني. كملي كملي. طيب. عادي. هو بس الزوج هنا يعني ايه هقول له ممكن يكون عنده رغبه في انه ينهي علاقه او ينهي تعاقد. فاقول له اصبر حاول يعني اذا يعني حكم عقلك ما تسيبش نفسك للانفعالات. ولو جات لك فرصه سفر او عايز تسافر فالوقت ده مناسب جدا انك تسعى لسفر. حتى لو تعطل شويه السفر ممكن يتعطل لغايه شهر 6 لكن هيمشي كويس. بعد كده الابن 21/3 هو برج الحمل. وانا شايفه ان هو لو في مرحله دراسيه هيكون عنده حظ حلو جدا في الدراسه. هقول للابن هنا يعني اعمل اللي عليك. طبعا عندك حظ حلو ده مش معناها انك تقعد وما تعملش اللي عليك. لازم انت تعمل اللي عليك وان شاء الله هيكون الحظ في صالحك. عموما الحمل عندهم الشمس دلوقتي في برجهم وده بيديهم طاقة هايلة وعندهم نشاط وإشراقة. فده كله هيديله قدرة على التركيز أحسن كمان. حلو. طيب جاتنا رسالة دلوقتي 28/8 هي و 23/6 هو. شفتي ازاي هي وهو. هي وهو. هي وهو. أوكي. طيب
28 8 برج العذراء، وهو 23 6 ده برج السرطان. طيب 23 6 انا شايفه انه 23 6 اللي هو هو ده هو مشتت شويه، فهقول له يعني عنده علاقات اجتماعيه حلوه جدا فيوسع دايره معارفه. اما بالنسبه لحاله التشتت دي فحاول ان انت تركز على هدف علشان ما تروحش منك كل الاهداف. بالنسبه بقى لبرج العذراء اللي هي 28 8 هي انا شايفه ان هي عندها بدايه جديده، بدايه تقدم شخصي، وعندها جرأه وشجاعه اكتر في اتخاذ قرار كانت خايفه تاخده قبل كده. وعموما انا بشوف ان العذراء يعني، بس انا هقول لها هي نصيحه قبل ما اقول العلاقه، هي النصيحه اللي هقولها لها ان هي ما تدخلش اي وسيط بينها وبين هدفها، تعتمد على نفسها وما تدخلش وساطه. بالنسبه بقى للتوافق ما بين العذراء والسرطان، انا بشوف انه التوافق بينهم هايل. هي العذراء برج ترابي وهو برج مائي، فده بيخليهم الاثنين زي احتياج الارض للميه، فالاثنين دايما بينهم احتياج بيقوي العلاقه، والاثنين الى حد ما بيعملوا بنفس الروح، ان هم عندهم روح ده عزر. ده هي وهو عايزين قاعده بقى، ما اقولكيش يعني شكله موضوعهم طويل جدا. عايزين حلقه تانية ليهم. ليهم هما الاثنين. هي بس في نصيحه هقولها لها تانية في العلاقه بقى. انه هو سريعا يعني يا عبير. معلش ما عارفه، انا عارفه انه قلبك كبير وبتحب تدي كل واحد حقه. معلش. طيب هي بس بتحب تفرض رايها او بتحب تمشي كلامها. يعني تميل للاستبداد شويه. وطبعا السرطان بيحب برضو يحب يكون هو المسيطر على ففي مشكله هنا في ان انتوا في حته السيطره. حاولوا ان انتوا تفصلوا القوات، او كل واحد يحط المساحه بتاعته اللي يسيطر فيها. اوكي والله انت اللي مسيطره بصراحه. انت مسيطره لا فعلا. لا معاكي، ما حدش بيسيطر. لا نورتيني يا عبير. طبعا زي كل مره حلقه جميله زي كل مره. نرجع بقى هي وهو مره تانية نكمل الباقي مع بعض ان شاء الله. اشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. وكده مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استمتعتوا مع عبير فؤاد وطبعا معايا، وان شاء الله اشوفكم على خير بكره.